سمعنا يا جماعة عن انفجارات، دي مش أصوات يا جماعة، دي انفجارات أكل. أهلا وسهلا بيكم، معاكم مايكل. النهاردة فيديو بتاعنا عن تحدي أصوات الأكل المقرمشة. أتحداك إنك تقاوم الجوع في الفيديو ده. أحتاج دعمكم بعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، ومستني تعليقاتكم وآرائكم الجميلة. تحس إن الحيتان بتاكل. بصوا يا جماعة اللحظة الحاسمة دي، لحظة الهجوم. يا جماعة دي قنابل مش أصوات. يا جماعة ده، يا جماعة اللي عنده أكل يجيبه وصبر نفسه عشان اللي جاي أصعب. يعني أنت لو مجوعتش هتجوع قوي. بس دي صوت حيتان البني آدمين بتاكل. يا جماعة أنا صوت ده بحس براحة نفسية جدا فيه، يعني بحس إن أنا مرتاح في الراحة دي. بالراحة علينا، بالراحة علينا، يعني خديها واحدة واحدة، مش لازم تفرقع في بقك مرة واحدة، يعني حتة حتة، يعني راحة نفسيتنا. يا جماعة نفسيتي اتدمرت. كورة بيرميها كده، بيحصل انفجار. كل يا عم الكوري، كل. تحس ان الكوريين دول مخلوقين عشان ياكلوا بس، ياكلوا ويقرفونا بالاكل بتاعهم، مش ده اللي هو اكلات التانية. لا ده بيغيظنا بقى، ده انت ناوي تضايقنا. ايه يا جماعة، جعت ولا لسه؟ جهزوا نفسكم عشان جاي أصعب. خش على التقيل. هو يعني سحبة مع صوت. بصوا يا جماعة القرمشة، بصوا ركزوا كده، صوت واطي بس ممتع. يعني شوف صوت حاجة كده ممتعة. لو معاها اتنين طب هاتي واحد، يعني ناكل واحد مع بعض كلنا، وهي تاكل واحد، يعني احنا برضو جمهور. طب يعني ايه؟ طب حسوا بينا، طب شوية، طب حت، طب يعني، طب اسمع الصوت تاني. نخش بقى على اللي بعد. انفجارات نووي يا جماعة، فيديو يعني مش عارف اقولكم انا جوعت قد ايه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، محتاج دعمكم جدا بعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، وياريت لو حد عنده فيديو معين حابب اعمل ليه رياكت، لو ادائي عجبه يقدر يبعتهولي عن طريق الجيميل او عن طريق الفيسبوك، انا هحطهم في الصندوق عندكم. واستنوني فيديوهات تانية كتير، مع الف سلامة.